هذا واحتفل أبناء مملكة البحرين في العاصمة الأردنية عمان بالأعياد الوطنية المجيدة وسط حضور ممثلين من السفارة البحرينية. تفاصيل أكثر حول الاحتفالية في تقرير مراسلتنا من الأردن آية السيد. كتبت اسمك على صدري ومن هو ما درى يدري بأني عاشق البحرين. في يوم عيدها المجيد ترفرف الأعلام وتحلق التهاني والتبريكات، تكاد أن تسبق الغمامة لتقبل أرضها في ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني المجيد. فتية هي مملكة البحرين، كبيرة بقدر حب أهلها الذين تجمعوا هنا على أرض الأردن طلابا وممثلين عن سفارتها في عمان. احتفال حمل في طياته برقيات تهنئة ووفاء لمملكة البحرين. أسمى آيات التهاني والتبركات نرفعها للقيادة الرشيدة والحكومة وشعب البحرين، والله يديم علينا الأمن والأمان والخير والبركة في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام والبحرين بخير. هاي الاحتفالية جاءت مبادرة من اللجان الطلابية تحت إشراف الملحقية الثقافية تعبيرا عن حب الطلبة لوطنهم وفرحتهم بهذه المناسبة. أغتنم هذه الفرصة لأن أقدم التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى سيدي رئيس الوزراء، وإلى ولي العهد الأمين، وإلى الشعب البحريني كافة بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالة سيدي جلالة ملك البلاد. ورغم البعد وطول المسافة إلا أن الحب كان جسراً مشى عليه المحتفلون وكأنهم على أرض مملكتهم، فكانت العادات والتقاليد البحرينية في العيد الوطني المجيد حاضرة. تمايلت السيوف في العرضة البحرينية. وتعالت الجباه عندما سكنت البحرين أبيات شعر صدح بها أبناؤها. يا سيدي تامر ولك حاضر وصار، لو تطلب الأرواح لبت وحدها، نقبل ولا جينا نجي مثل الإعصار. كل عام والبحرين بألف خير. أهني أهلنا وحبايبنا في البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد، وعسى الله يديم الأمن والأمان والفرح والسرور عليهم يا رب. حب أهني الوطن في هاليوم، وحب أهني كل شعب البحرين خصوصا طلبة المقتربين هني، لأن يعني كلنا إحساسنا يلامس إحساس بعض ومشاعرنا واحدة في هاي اليوم. عام بعد عام تبقى مملكة البحرين شامخة مزدهرة، مملكة ترعاها عين الله وعيون أخرى لا تنام. حفظ الله البحرين وأدام لها ولأهلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حامي حمى البلاد. هكذا هي مملكة البحرين في عيون أهلها، ستبقى الوطن الأجمل بعيدها رغم الغياب. احتفال يجدد الوعد والعهد، ولسان أصحابه يقول عاشت مملكة البحرين بلد الكرام مهد السلام. آية السيد، تلفزيون البحرين، عمان.